نافذة على الحياة، تسليط الضوء على المشاغل الأسرية في القيروان، وبحث عن نوافذ الأمل. نافذة على الحياة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لكم على اختياركم إذاعة الحياة فم. موعد جديد من برنامج نافذة على الحياة، معكم سام حمدي في الميكرو، ترافقني أمنة بوخيت في الأخراج التقني للحصة. اليوم نشد الرحال إلى معتمدية بوحجلة باش نحكيه على الجمعية المحلية للنهوض بحامل الإعاقة. هذاك علاش معنا بالتليفون سي لطفي الخضيري مدير الجمعية باش نتعرفوا معاه على الجمعية، الأنشطة اللي تقدمهم، الخدمات وغيرها من التفاصيل حول هذه الجمعية. ألو، عسلمة، مرحبا سي لطفي. سلامة، مرحبا بكم مدام سيهام. يعيشك، شكرا لك سي لطفي. اليوم نحكي على الجمعية المحلية للنهوض بحامل الإعاقة، لو كان ساعة تعرفين وقتاش تأسست، باش تعنى بالضبط، تعطينا أكثر تفاصيل عليها. مرحبا. لطفي الخضيري مدير الجمعية المحلية للنهوض بحامل الإعاقة بوحجلة. الجمعية تأسست سنة 2006، تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة. الجمعية تضم 52 تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، إعاقات مختلفة، إعاقات ذهنية وإعاقات سمعية، إعاقات عضوية. 30 مرسمين يباشروا بصفة يومية، و 22 في ليز داتونت، لأسباب أنه الحافلة عندنا حافلة واحدة، يعني حافلة تجيب في الصغيرات يوميا من 14 عمادة في معتمدية بوحجلة. الأنشطة اللي نقدموها للصغيرات عندنا. برك بربي سي لطفي، خليني ساعة نحكي معك على الوليدات اللي في الجمعية، هما 52 تلميذ حاملين لإعاقات مختلفة ذهنية سمعية عضوية. قلت لي فما 30 يوميا يقراوا في الجمعية مرسمين، و22 لأنه فما كار واحدة. كيفاش تعملوا؟ يعني قداش من نهار يقراوا مثلا 22 ذوما؟ وقتاش يتمكنوا من أنهم يلتحقوا بالجمعية ووقتاش ليه؟ والله احنا في انتظار انه نتحصلوا على حافله اخرى من وزاره الشؤون الاجتماعيه اللي هي المشرفه على الجمعيه، ان شاء الله نتحصلوا على حافله. اما بالنسبه لل 30 تلميذ يجوا يومين بصفه يوميه، يعني تخرج الحافله الصباح 7 نتاع الصباح، تجيبهم من 14 عماده، توصل بهم للمركز 9 نتاع الصباح، يبدا النشاط نتاع الجمعيه 9 نتاع الصباح. عندنا اطارات متعهده بالصغيرات، عندنا زوج اقسام تربيه مختصه، مربين مختصين هما المشرفين على الصغيرات، وعندنا زوج ورشات، ورشه خياطه، وعندنا ورشه صنع مصوغ، وعندنا ورشه اعلاميه. باهي. ديما سي لطفي نحب نرجع بك ل 22 الاخرين، يعني ما يقراوش بالكل، يعني ما ينجموش يمشيو للجمعيه خاطر ما فماش كار هكا ولا خاطر بالاسباب، انه البعد انه ما همش معناها سونتر فيل، معناها في بوحاجله، معناها في الارياف، واحنا الكار يعني الكار طاقه الاستيعاب نتاعها 30. ان شاء الله يا ربي السلطات المعنيه تتدخل في الموضوع، خلي زيد 22 تلميذ ذوما زيد يلتحقوا بالجمعيه ان شاء الله ويلتحقوا بالانشطه. به سي لطفي، احكي لي على الانشطه اللي تقدمهم الجمعيه، خاصه وانه عندكم ثلاثه يعني ثلاثه انواع من الاعاقات اللي هما الذهنيه والسمعيه والعضويه، نفس الانشطه زعما ولا كل يعني تلميذ عندهم الاختصاص نتاعهم؟ بالنسبه للسن الصغيرات من 7 سنوات حتى كش 13-14 حسب الإعاقة نتاعو، نحطوهم حسب نقسموهم حسب الإعاقات نتاعهم أفواج. بالنسبة من 7 ل 13 سنة هذوما تربية مختصة، وبالنسبة ل 13 فما فوق وحسب درجة الإعاقة نتاعو تكون خفيفة نحطوهم في الورشات التكوين، اللي هي عندنا ورشة خياطة وورشة صنع مصوغ وعندنا ورشة الإعلامية. به التلميذات اللي هما في الجمعيه سي لطفي من عمر قداش لقداش؟ احنا نقبلوا الصغيرات من 7 سنوات حتى كش 25 سنه. به المرسمين. به والورشات اللي يعملوهم صغيرات هذوما، يعني من بعد تشاركوا بهم في معارض والا؟ ايه نشاركوا بهم في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخصوصيه، نشاركوا بهم في المعارض، نشاركوا بهم في المولد النبوي الشريف في القيروان، في المعرض، شاركوا بهم في معارض في على المستوى الوطني في تونس.
باهي فما أنشطة ترفيهية للأطفال سي لطفي؟ أكيد عندنا أنشطة ترفيهية عاملين عقود شراكة مع دار الشباب مع نادي الأطفال، نزوهم رحلات، عندهم زادة يتمتعوا بزوز حصص في الأسبوع رياضة، عندنا أستاذ رياضة موضوع الذمة على وزارة الشباب والرياضة. عندنا مشكل صغير في الملعب ماهوش معشب، ان شاء الله ربي يسهل سلطة الاشراف تقوم بتعشيبه. بالنسبه للخدمات سي لطفي نتاع الجمعيه اللي تقدمها ل 30 تلميذ، تقدم الاكله مثلا للصغيرات في نصف النهار؟ عندنا مطعم ريفكتوار، عندنا طباخه يوميا تطيب لهم فطورهم، مع نصف النهار ياخذوا بوز يفطروا ويروحوا بهم ماضي ساعتين. باهي بالنسبة لطاقة الاستيعاب هما 30 على خاطر يظل فما اشكال نتاع النقل بالنسبة للبلايص البعيدة، سينو انتم تنجموا تزيدوا تلميذات اخرين معناها؟ اي موجودة في بوحاجلة 1500 صاحب ذوي اعاقة، معناها موجودة برشا اعاقات في بوحاجلة لكن المشكلة في النقل. معناها من 1500 سي لطفي فما 30 كهو يوصلوا للجمعية؟ 30 بحكم انه الجمعية هو مركز تم بنائه سنة 2014 من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية، طاقة الاستيعاب نتاعو ما تنجمش معناها تهز أكثر من 50 تلميذ. والبقية سي لطفي كيفاش يعني التحقوا بالقيروان سنتر ولا كيفاش؟ لا ما ينجموش بالقيروان على خاطر القيروان عندهم غادي الحفلات نتاعهم ما تنجمش تخرج البوحاجلة بحكم انه الوقت وبحكم الكاربيرون تاع الحافله. ان شاء الله احنا طالبين في توسعه للمركز، نبنوا لهم اقسام اخرين وان شاء الله نتحصلوا على حافله اخرى، وان شاء الله زاده فما اشكاليه اخرى اللي هي نقص في الموارد البشريه يعني في الاطار التربوي والاطار نتاع التكوين وكل، فما ناس تخدم معنا متطوع ما سهل ربي، ان شاء الله ربي يسهل لهم في الامتداد معنا. خاطر انا باش نسالك سي لطفي نقول لك شنو الصعوبات اللي الحقيقه بدينا بها ساعه بالحفله نتاع النقل، ومن بعد حكينا على الملعب اللي ناقص تعشيب، وقلت لي والموارد البشريه معناها مازالوا ما سويش الوضعيه نتاعهم، معناها يطلبوا في تسويه الوضعيه. بالنسبه للعنصر البشري سي لطفي اللي في الجمعيه ويقدم الخدمات والانشطه، يشرف على الانشطه نتاع التلميذات، هما من ذوي الاختصاص معناها؟ اي من ذوي الاختصاص، عندنا مربين مختصين قارين في المعهد العالي للنهوض بالمعاقين في تونس، عندنا مكونه نتاع خياطه زاد قاريه معناها تكوين صنع ملابس، يعني شهاده تعليم عالي عندها، عندنا زاد صنع مصبوغ بوزار قاريه، زاد عندنا الاعلاميه كيف كلهم اصحاب اختصاص معناها. واضح. دونك هذه كل التفاصيل سي لطفي على الجمعيه المحليه للنهوض بحامل الاعاقه، تحبش توجه كلمه في الختام؟ نتوجه بالشكر ليكم على اللفته والنظر في الجمعيه نتاعنا، وان شاء الله نوجه زاد نداء للمجتمع المدني انه يعاون الجمعيه، سواء احنا هي الجمعيه سلطه الاشراف نتاعنا هي وزاره الشؤون الاجتماعيه، لكن زاد هي علاش اسمها جمعيه؟ انه عندها هيئه مديره، عندنا زاد المجتمع المدني في بوحاجله وحتى في القيروان نتوجه بنداء انهم يعاونوا الجمعيه، سواء على مستوى معناها باش نجموا حتى نشروا حافله من غير ما نقعدوا نستنوا معناها الوزاره، خاطر الوزاره 350 جمعيه في تونس معناها مش تركز مع جمعيه بوحجله، ان شاء الله احنا نقولوا ربي يسهل في اكثر حاجه هو توا الصعوبات اللي قاعدين معناها متعرضين لها هي نتاع النقل، لازمنا حافله اخرى، حافله خاطر الوقت تخرج الصباح بكري تصور 14 عماده وبعدها على بعضهم العمادات معناها تاع بوحجله، معناها تشد وقت حتى صغير يتعب كي يمشي في الحافله الصباح تجيبوا الحافله معناها يبقى بالساعتين الكار باش تلمدها من السيارات الكل. تجي حافله اخرى تنقص عليهم هما شويه في التعب في الوقت وتنقص علينا احنا في الكاربيرون، ونجموا نجيبوا صغار معناها الكل ان شاء الله. العمادات الكل ان شاء الله صوتك وصل سي لطفي، ان شاء الله نراو المد التضامني والمساعده من قبل المجتمع المدني للجمعيه المحليه للنهوض بحامل الاعاقه في بوحجله. شكرا لك سي لطفي الخضيري رئيس الجمعيه من بوحجله، تعرفنا على الجمعيه على الانشطه الخدمات وابرز الصعوبات. في الختام سي لطفي الخضيري رئيس الجمعيه المحليه للنهوض بحامل الاعاقه وجه نداء الى المجتمع المدني خاصه انهم يعاونوا الجمعيه خاطر فما برشا صعوبات خاصه النقل، نجموا
يشريوا حافله باش يجيبوا وليدات اخرين ما يتمكنوش من الوصول الى الجمعيه بسبب عامل البعد. هكا نكون وصلنا لختام حلقه اليوم من نافذه على الحياه، نتقابلوا في الحلقه القادمه في لمن نافذه على الحياه، تسليط الضوء على المشاغل الاسريه في القيروان وبحث عن نوافذ الامل.